أشاد مفتشو أمن الطيران الأمريكي بمستوى فريق العمل الأمني بقطاع أمن مصر للطيران القائم على تأمين رحلات المتجهة إلى نيويورك، حيث قام الفريق لمدة 5 أيام بمراجعة أدلة العمل والبرامج الأمنية ومراجعة إجراءات أمن المطار وأمن الطائرة وخطط الطوارئ وإجراءات تسجيل الركاب وقبول الأمتعة ومضاهات أمتعة الركاب، وكذلك حماية الأمتعة المسجلة وإجراءات التفتيش الخاصة بالركاب وإجراءات تأمين البضائع.